هذا يسأل عن رجل يبيع حلويات، يتبين في مكوناتها دهن الخنزير، إذا صح هذا إن هذه الحلويات أو المعجنات فيها شيء من دهن الخنزير فهي حرام، حرام، لأن الله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة ولحم الخنزير، ولحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هو حرام ما يجوز، لا قليله ولا كثيره، ولا منفردا ولا مخلوطا مع غيره.